How do you know what I'm going to do? I'm in! شخص من أصل 3 بلبنان هو نازح سوري. يعني 85% من الجرائم، 40% من السجناء هن 400 ألف ربطة خبز. إنك تقول هالشي ما بيعني أبداً إنه أنت عنصري. هذا المشروع الشذوذي، هذا المشروع الذي سيدمر أسرنا ويدمر مجتمعاتنا. لأنه من يومه رايح بدنا نصير نرد على كل أولاد إبليس اللي عم بتحاول تفوت تعاليم شيطانية على مجتمعنا وعلى أولادنا. بالتالي مع الوقت إذا نحن ما أخذنا احتياطاتنا ديموغرافيا هنتغير. أولئك الذين يعملون في خدمة الشيطان الأكبر للترويج لهذا الانحراف من خلال بعض المؤسسات التربوية، بعض جمعيات ما يسمى بالNGOs. ونساهم أيضا بضبط القيم الأخلاقية والإيمانية للبنانيين. في حالة اللواط من المرة الأولى حتى لو كان عزابي يقتل. هيدا محل إبليس عم بيروج للمثليين بأرض الرب ممنوعة. لك يا شيخ عبد، هيدي مدرسة الفضيلة. أيوة. مش مدرسة الرزيلة. نحن ما قلنا شنود الرب لأنه هن أول ناس عم بيحاربوا المثليين. حزب الله في الضاحية وجنود الرب في الأشرفية. أنا مستعد أن أضع يدي في يد جنود الرب. هاي البداية حذرناكم 100 مرة. يلي بدافع عن النبي شو بيكون؟ يلي بدافع عن الذكر الفحش شو بيكون؟ أفحش منه. من لا يغار على عمره فهو ديوث.